بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. اتكلمنا في لقاءات سابقة عن جهود الأمة، جهود علماء الأمة في حفظ السنة النبوية المطهرة من لدن نبينا الكريم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، مرورا بالصحابة والتابعين وأئمة المذاهب الأربعة، وصولا لصاحب الصحيح الإمام الكبير الإمام البخاري. الإمام البخاري هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري، هو أحد كبار الحفاظ الفقهاء من العلماء، يعني هو من هو في علم الحديث، وهو من هو كذلك في الفقه، وهو كمان من أهم، زي ما قلنا قبل كده، من أهم علماء الحديث وعلوم الرجال والجرح والتعديل والعلل وغيرها في علوم الحديث الشريف. ولد الإمام البخاري في بخارى. بخارى دي هي إحدى مدن أوزبكستان حاليا، منطقة أسيا الوسطى. ولد الإمام البخاري ليلة الجمعة يوم 13 من شوال 194 هجرية. اتربى الإمام البخاري في بيت علم، لأن أبو الإمام البخاري إسماعيل كان من العلماء المحدثين، يعني كان برضو متخصص في علم الحديث. والد الإمام البخاري اشتهر بين الناس بسمته الحسن وبورعه وبشدة حرصه على تحري الحلال، وكان بيقول والد الإمام البخاري عن ماله: لا أعلم في ماله حراما ولا شبهة. وفي دي كده إلماحة لطيفة مهمة، إنه الإنسان لما بيحرص على أن يأتي أو أن يطعم حلالا طيبا وبيتحرى الحلال في كل شيء في حياته، يثمر خيرا عظيما، مش لنفسه فقط، لنفسه وللأمة بأسرها. لأنه هذا الوالد الكريم اللي بيقول: لا أعلم في مالي حراما ولا شبهة، يعني عايز يقول إن أنا كنت طول عمري بتحرى الحلال قدر طاقتي في كل شيء وبالذات في مالي. البيت الصالح ده طلع لنا الإمام البخاري. وكان والد الإمام البخاري إسماعيل البخاري كان بيرحل، يعني يسافر في طلب الحديث، يعني بيروح يمين وشمال ويرتحل من مكان لآخر بحسب أهل الحديث اللي هو بيروح لهم عشان يطلب منهم الحديث النبوي الشريف. عشان كده بنقول إن الإمام البخاري درجة وترعرع في بيت أهله طلاب علم ومن أهل العلم. وكمان إسماعيل البخاري اللي هو والد الإمام البخاري روى عن مالك بن أنس صاحب المذهب المعلوم، وحماد بن زيد، وكمان شاف عبد الله ابن المبارك. وذكر الإمام البخاري هذا الكلام فيما روي عنه أنه قال: سمع أبي من مالك بن أنس، يعني سمع منه الحديث الشريف، ورأى حماد بن زيد وصافح ابن المبارك بكلتا يديه، يعني حاز وفاز بأهل الصلاح في زمانه صحبة وسماعا للعلم وتلقي للحديث الشريف. هذا كان حال والد الإمام البخاري. توفي والد الإمام البخاري وهو إسماعيل البخاري، و سيدنا الإمام البخاري كان صغير جدا، يعني كان صغير جدا في السن. فنشأ الإمام البخاري يتيم في حجر أمه. وفي قصة لطيفة جدا في فضل الدعاء رواها المؤرخون، إن بصر الإمام البخاري وهو صغير أصيب في بصره، فبالتالي ما بقاش يشوف. فرأت أمه سيدنا إبراهيم عليه السلام في المنام وقال لها: يا هذه، قد رد الله على ابنك بصره لكثرة بكائك وكثرة دعائك.
رضي الله عنها وعن الإمام البخاري، وسلام الله على نبي الله إبراهيم وعلى سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليهم جميعا في كل وقت وحين. وبعد كده بعد ما شافت الرؤية دي فأصبح وقد رد الله عليه بصره، كان ده في صغر الإمام البخاري. يعني هذه القصة بتشير إلى أن البيت اللي طلع فيه الإمام البخاري، والده كان من أهل الحديث الشريف، وكان يسافر لطلب العلم ولطلب الحديث الشريف، والدته كذلك كانت من أهل الصلاح ومن أهل الدعاء، فلما أن أصيب بصره مكثت تبكي وتدعو ربها، إلى أن بشرها نبي الله إمام الأنبياء، يعني أبو الأنبياء جميعا، سيدنا إبراهيم عليه السلام، بأن الله سيرد بصره من كثرة دعائها لربها. فده البيت اللي نشأ فيه الإمام العظيم الإمام البخاري. ما للإمام البخاري في صغره إلى طلب العلم؟ إحنا هنا بنشوف أهمية البيوت. إحنا عايزين ولادنا يطلعوا بصورة معينة، يفقهون ما فيه الخير لصلاح حياتهم في الدنيا والآخرة. هذه هي بيوت الصالحين اللي خرجت للأمة أئمة يقتدى ويهتدى بهم. الإمام البخاري في هذا البيت الصالح مال بطبيعة الحال إلى طلب العلم، ومال كذلك إلى حفظ الأحاديث النبوية المشرفة، ومش حفظ الحديث بس، والتحقيق، إنه يتحقق في صحة الحديث. الموضوع ده بدأ الإمام البخاري منذ نعومة أظفاره وهو لسه صغير، فدخل الكتاب صبية وأخذ في حفظ القرآن الكريم، ومش بس حفظ القرآن، وإنه يقرأ أمهات الكتب المعروفة في زمانه. حتى إذا بلغ العاشرة من عمره بدأ في حفظ الحديث، يعني ابتدأ بحفظ القرآن ويقرأ الكتب العظيمة في الحديث وخلافه. شوفوا السن قد إيه صغير، الإمام البخاري عمره ما كانش طويل، لكن عمره بيقاس بمدى الإنتاج العلمي والتحقيق، الإنجاز اللي بيعمله في حياته. وشوف إحنا ولادنا النهاردة منصرفين إلى أشياء كثيرة، لو إننا ندخر بعض الوقت لحفظ القرآن الكريم ولتعلم العلوم النافعة، مش بس العلوم الشرعية وغير العلوم الشرعية، بما يحقق به الإنسان الإعمار الحقيقي في نفسه وفي وطنه وفي الكون بأسره. شوفوا مبادئين كانوا زمان إزاي بياخدوا الأطفال من صغرهم لتحفظهم وتعليمهم القرآن والكتب المهمة كذلك في السنة النبوية المطهرة. ففعلا حفظ الإمام البخاري الحديث، وبدأ يروح يختلف إلى الشيوخ والعلماء، يعني يروح لعلماء عصره ويلازم حلقات الدروس، بالإضافة إلى حفظ الحديث، لأنه كان عنده حرص شديد على أنه كمان يحفظ الحديث ويتدرب على تمييز الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة، ومعرفة علل الأحاديث، وأنه كمان سبر أحوال، أو أنه يصل إلى التحقيق التام في معرفة أحوال رواة الحديث الشريف، من جهة العدالة، من جهة ضبطهم ومعرفة تراجمهم، يعني سير هؤلاء الرواة اللي حملوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإتقان، يعني ده كان حرص الإمام البخاري، وده من توفيق الله تعالى لهذا الإمام في صغره، إتقان كل ما يتعلق بعلوم الحديث عموما. فطلب العلم سيدنا الإمام البخاري من هو صغير جدا، وسافر ورحل في أرجاء العالم الإسلامي رحلة طويلة للقاء العلماء وطلب الحديث النبوي الشريف، لأن العلماء يكادوا يكونوا متفقين على إن العالم لن يصل إلى الإمامة في العلم إلا بالرحلة والسفر ولقاء العلماء والفقهاء والمحدثين. ده كان في وقت السفر فيه مش ساعات زي ما نحن الآن، أو على ما نحن عليه الآن، لا، ده كان السفر بالأيام وبالشهور. يعني هذا الاسم العظيم في مجال الحديث الصحيح وهو الإمام البخاري لم يكن هكذا من فراغ، إنما قد تعددت أسفار الإمام البخاري في طلب العلم. وبجانب منه
ولا نعمي. هو الحبيب، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله، دعا إلى الله، فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. فاق النبيين، فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي، مولاي، صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مرحبا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان. نذكر حضراتكم بصفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادية عمارة، ده اسم صفحتنا للتواصل من خلالها إرسال الأسئلة الخاصة بحضراتكم واللي بنجاوب عنها كل يوم أربع. إحنا بنلتقي بحضراتكم من السبت إلى الأربعاء، من السبت إلى الثلاثاء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، ولكن إحنا الفترة دي يعني على وشك إن إحنا بإذن الله كده ننتهي من مسألة أو قضية أو موضوع السنة ونرجع تاني لنعيش في رحاب التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم. ما زلنا في سورة الحج، ناخد أسئلة حضراتكم على الهواء مباشرة، ويوم الأربع مخصص للرد على أسئلة حضراتكم مع عرض الكتاب وعرض الموضوعات أو القضايا الآنية اللي محتاجة إن احنا يكون لنا وقفات عندها، فاللهم يسر. أستاذة ريحاب، تفضلي يا أستاذة ريحاب. أهلا وسهلا بحضرتك. معلش، انا جاتني الحيض ايوه اول يوم، جاتني نقطه كده وبعدين نقطه ثانيه وبعدين ما جاتش خالص. ثاني يوم جاتني بس هو ده وقتها، دي وقتها يعني بيجيلي فيه ده وقت النزول. بس اليوم ده بقى اصلي فيه اعيد الصلاه لان انا ربنا ما صليتش. لا يعني هي مثلا بتجي لك كام يوم في العادي؟ العاده بتاعتك قد ايه؟ هي بتجيلي 5 أيام 6 أيام كده. 5 أيام، طيب خلال الخمس أيام اللي هو مترقب انها تيجي، خلال الخمس أيام دول نزل النقط دي وبعد كده قطعت يوم وبعدين نزلت تاني؟ انا بتكلم على اول يوم. ايوه اول يوم جاتني في نقطه كده او نقطه ثانيه وما عرفتش ازاي. انا بقى ما صلتش على مدار اليوم ده. تمام، عشان شفتي العلامه انها نزلت. تاني يوم، تاني يوم، تاني يوم بقى جاتني بدأ بقى تنزل تتدفق يعني. ايوه، فانت بتسألي عن الصلاة، عن صلاة هذا اليوم. اقضي اول يوم ده ولا ما اقضيهوش؟ حاضر قولي. انا زوجي ما شاء الله يعني بيجيب لي كل شيء انا غلطت فيه، ربنا يبارك فيه ويرضيه. يا رب يا رب. بس انا بقى انا متجوزه في بلد ارياف، فانا براعي حر الناس قوي، فانا برضه هلبس الحاجات اللي هو بيجيبها لي دي عشان ما اجرحش غيرهم. والله جزاك الله خيرا. لا فهل انا صحيحه كده ولا غلط؟ يعني مثلا اذا جايب لك ذهب زينه او شيء انت ما بتتزيديش، ما بتلبسيش زياده عشان اللي حواليكي ناس على قدهم. ايوه انا حضرتك سمعتيني. ما هو انت يعني بدل ما بتلبسيهم كلهم مره واحده تلبسي قطع مثلا شيء بسيطه جبلتي كلام من ده يعني. حاضر، شكرا. استاذه عبله. نعم، مأمريني. حضرتك اللي تأمري، حضرتك اللي متصله، اتفضلي يا فندم. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ الحمد لله يا ست عبله، منوره على الشاشه حضرتك. الله يعزك ويبارك فيكي. تسلمي يا حبيبتي. اتفضلي يا فندم.
اتفضلي يا ست عبله، وطي التليفون، وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون بعد اذن حضرتك. حاضر يا حبيبتي، حاضر. انا سعيده جدا ان انا اتواصلت بحضرتك. ده انا اللي اسعد، وربنا يبارك في عمر حضرتك ويجعلك من سعداء الدارين. اللهم ربنا آمين يحفظك أجمعين. يا رب يحفظك. امين 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 اجمعين. اتفضلي يا فندم. والنبي الدعاء، اسالك بالله الدعاء. حاضر يا فندم، حاضر. اسالك بالله الدعاء عشان انا تعبانه وصحتي تعبانه والله. ربنا يشفي حضرتك، اسال الله رب العرش العظيم ان يشفيكي شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما. اللهم امين، آمين اجمعين. آمين يا رب. يا رب اللهم امين. انا قاعده حضرتك مع ابن اخويا. ايوه. او هم قاعدين معايا بمعنى اصح. ايوه. لو انا قدمت لهم اي هديه اي حاجه عليا وزن عشان الاخوات الثانيه. هو هم قاعدين مع حضرتك في البيت بيخدموكي. تمام. وانا كده قاعده مريضه على السرير ما بعملش اي حاجه، وهم كويسين، فحضرتك عايزه تشكري جداً. لهم. والباقي ده بيجي يسال عن حضرتك ولا لا؟ لا، اللي بيسال بيسال، واللي بيسال حتى بالتليفون ما بيسالوش. تمام، يعني هم قاعدين بيخدموا عمتهم اللي هم. ايوه. تمام. وحضرتك عايزه تدي هدايا. مراته شايلاني في عينها. ربنا يبارك في عمر حضرتك ويبارك فيهم ويجازيهم الخير كله. يديله ربنا يخليهم يا رب. اللهم امين، يجعلوا ذريه صالحه طيبه. اللهم امين، ويجعلهم من اهل القران الكريم حفظا وفهما وتلاوه واقراء. اللهم امين اجمعين، والجميع ذريتنا جميعا. اللهم امين. استاذه ناديه. مساء الخير. مساء الانوار يا فندم. انا عايزه بس حضرتك تقولي لي، احكي لك اللي حصل معايا وقولي لي هل لي كفاره ولا لي اذن. انا الحمد لله ربنا اكرمني ان انا طلعت عمره بعد وقت طويل جدا جدا جدا، وقبليها والدي كان تعبان بقى فتره كبيره، وانا الحمد لله ربنا قدرني على خدمته، وبعد وفاته بيوم وليله طلعت العمره. كنت حاسه ان دي طقطقه من ربنا كبيره، وان هو قبل مني يعني كل اللي انا عملته مع والدي. لما سافرنا الحمد لله كرم وستر ربنا وتوفيقه كان فوق الكلام ما يوصل، ومش عايزه اطيل على حضرتك في الكلام، بس ربنا كان يعني حافظني هناك بصوره مش عارفه اوصفها. اخر يوم انا كنت متلخبطه في ميعاد السفر، فكنت عامله حسابي ان انا مثلا راجعه لحد، وطلع ان انا راجعه السبت الصبح. خدت بالي الساعه 9 10 كده الليل، فجري جري قفلت الحاجه وقلت دي اخر ليله هعرف اقيم فيها الليل واصلي الفجر. نزلت الحمد لله ورحت، وكان نفسي قوي قوي ان انا المس الخبر الاسعد. كان معايا حد قبل كده، فدايما كانت طب عامله حساب اللي معايا ان انا مش عايزه ازاحم وادخل يوميها، كنت لوحدي، فقلت ايه يعني دعيت ربنا قلت لو ليا نصيب نولها لي يا رب ييسرها. بس الشوط الاول الثاني الثالث حسيت ان كل مره بروح مفيش يعني مش مأذون، مفيش امكانيه. لغايه الشوط السادس لقيت ان في ناس بتقف كده جنب الحيطه بتاعه الكعبه، فقلت ممكن مع التدافع اوصل. حصل ان انا عملت كده فعلا، وكان في تدافع وكان في زق جامد، وكانت حاجه رهيب، بس ما كانش عندي فيها مشكله خالص، وانا فاهمه انه يعني ده في سبيل ان انا هوصل للحجر باذن الله. كان قدامي ست كبيره في السن، يعني تكاد تكون في سن والدتي. طيب انا هقول لحضرتك يا ست ناديه، قولي لي السؤال وانا لما عاوز اسال في حاجه هسال، عشان انت عارفه ان وقتنا مش كبير. حاضر حاضر. اتفضلي. اللي حصل ان كان في شاب وقف. لا انا عايزه لا انا عايزه السؤال، قولي لي السؤال. هل لو حصل اعتداء من حد على حد تاني جوه الحرم عند الكعبه، هل يستوجب كفاره؟ هل صيام؟ هل ايه بالظبط؟ حاضر. اثناء التدافع عشان تسلموا على الحجر الاسد؟ لا ولا مطلقا. مطلقا في الطواف. انا تعمدت، او انا في حد اثرني لدرجه ان انا مديت ايدي عشان اقرصه. وهو ما عملليش حاجه، هو بس كان متعلق باستار الكعبه وعمال يترقص. فانا وعمال ايه؟ وعمال يترقص.
فانا الموقف نرفزني اللي هو ايه ده؟ عيب يعني، ازاي ما بقاش عندنا احترام لاي حاجه خالص، حتى ان احنا مهما كنا فرحانين. يعني هو عمل كده عشان هو وصل الى استار الكعبه فخدته نشوه الفرح ولا ايه يعني؟ تقريبا هو فضل واقف كتير يعني، تمام. حتى بعد ما لقى خلاص بقيت يا استاذه اتحفظ نادي، وكل اللي خليني بس. انا فهمت السؤال اوكي عشان الحق، معلش سامحيني عشان الوقت، انا فهمت السؤال، شكرا استاذه نادي. استاذه صفاء اتفضلي. يا استاذه صفاء، استاذه صفاء ايوه، ازي حضرتك يا دكتور نازيه؟ اهلا وسهلا يا استاذه صفاء، اهلا وسهلا اهلا اتفضلي. بحضرتك، انا بحبك جدا والله. احبكم الله الذي احببتمونا فيه. دلوقتي يا دكتور انا كنت عايزه اسالك، ان انا مجال دراستي صعب وانا مش حاسه ان انا متوفقه فيه، فاغير مجال دراستي ولا اعمل ايه؟ مجال دراستك ده انت اللي اخترتيه؟ انا اللي اخترته وهو حلو جدا وكويس جدا وكل الناس دلوقتي بتحلم بيه، بس انا حاسه ان انا مش قادره ادي فيه. طيب يعني مثلا انت في نص الطريق ولا في قربتي نص تخرجي؟ الطريق؟ ايوه في نص الطريق. طب ما انت ايه اللي خلاكي تقولي ان انا مش قادرة عليه؟ ما بيجي حاجات المفروض نعملها ما بقدرش اعملها، وما مثلا زمايلي بيفتكروني ان انا بكسر اعملها وانا ما ببقاش عارفه اعمل الحاجه دي. طب ما بتسأليش ليه؟ ما هو اكيد الانسان انما العلم بالتعلم، انا شيء مش عارفاه لازم اسعى عشان اعرفه، وده طبيعي يعني، كلنا في الجامعة بنخش دراسة أو في معهد أو في أي مكان، أكيد إن أنا داخلة مجال معرفوش عشان كده لازم أتعلمه يعني. ايوه حضرتك، تمام. طيب اسمعيني في فقرة الرد، وعايزاكي ما تتعجليش طالما أنا في نص الطريق، ربنا يفتح عليكي ويلهمك الصواب. يا أستاذة تقوى، معلش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضرتك يا دكتورة؟ أهلا بيك يا فندم، أهلا بيك. لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال. كمين ده، اتفضلي. هو أنا كنت مركبة لوب بعد الولادة بشهرين، والدكتورة قالت لي إن هيبقى في تنقيط دم لمدة حوالي 6 شهور، فأنا عدى عليا رمضان، انا بحاول اتصل بحضرتك من زمان بس للاسف ما كنتش بقى. اللي ما بيعرفش يتصل بينا او بالضغط التليفونات حاولت ممكن يبعت على الصفحة، وممكن برضو تبعتوا رقم التليفون، ما فيش مشكلة، واحنا يعني بقدر طاقتنا بنحاول نكون يعني تحت امر حضرتكم. اتفضلي يا استاذ ده. انت بس لما فاهمة. ركبتي الوسيلة التنقيط ده مستمر؟ فانا كده الصلاة والصيام اللي انا يعني انا طب كنت بس هسأل بغتسل سؤال، وبصلي هسأل انت وبصلي. ركبتي الوسيلة الدورة بتاعتك في ميعادها عادي؟ لا انا برضع على طول، برضع نظيفة، فما كانش في بيريود اصلا. تمام. بس انا مشكلتي في ان انا كنت بصوم يعني بيبقى في دم بس هو مش كتير، هي مجرد نقطة او اتنين مش كتير، فبغتسل وبكمل في يومي لو في رمضان او في اي نوافل اقوم وصلى نفس النظام، بغتسل وبصلي. تمام. ممكن برضو في الجماع تحصل حاجة زي كده، ان انا يحصل بعد الجماع او مفهوم، قبلها. مفهوم السؤال، بس مفهوم. شكرا لحضرتك. حاضر، شكرا شكرا. هنطلع الفاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدأ في الرد على أسئلة حضراتكم بتيسير الله تعالى. اهلا وسهلا بحضراتكم. الاستاذه رحاب بتتكلم انه جاها الحيض في شكل نقط او نقطه دم نزلت، وبعدين في وقت الحيض اللي هو في زمن الامكان، زمن امكان نزول الحيض، فهي بتقول اول يوم كان كده نقطه الدم، وبعد كده بقيه اليوم ما كانش فيه حاجه، تاني يوم انسال الدم، نزول الدم، فبتقول هل اقضي صلاة ذلك اليوم أم لا أقضي؟ سيدتي الفاضلة، لابد طبعا أن كل امرأة تسعى إلى معرفة وضبط مواعيد العادة بتاعتها. فطبعا أنت قلتي حاجة مهمة، ده وقت نزولها اللي هو زمن إمكان نزول الحيض، أقصى مدة الحيض كام يوم؟ 10 أيام. والحيض نزول الدم، سواء نزول الدم ده في صورة نقط
أو في صورة أنه بدأ ينزل، يبقى الاعتبار عندي بنزول الدم سواء في سيلاني أو في النقط اللي حضرتك شفتيها، وبالتالي حضرتك ما عليكيش قضاء صلوات ذلك اليوم لأنه بدأت بالنقط في وقت أو في زمن إمكان نزول الحيض. السؤال الثالث، أن زوجك ربنا يبارك فيه على طول بيجيب لك الحاجات اللي نفسك فيها، من ضمنها الذهب، ذهب الزينة، وبعدين بتقولي أنا مش برضى ألبسه كله مرة واحدة عشان ما جرحش شعور الناس، لأن كل اللي حواليا يعني أنك في قرية وكل اللي حواليكي مش هيقدروا يجيبوا نفس اللي أنت بتجيبيه. والله ده أنا أشوفه شعور طيب تؤجرين عليه إن شاء الله تعالى، ولا مانع أن الإنسان برضو يتزين بما وهبه الله تعالى به في غير إسراف ولا مخيلة، إن ربنا رزقني فأنا بلبس قطعة عن قطعة، مش بكوم الحاجة كلها مرة واحدة، وكل إنسان ليه أسلوبه وطريقته في أنه يرتدي بما رزق به. فحضرتك بتلبسيه على مش مرة واحدة، ولكن كل فترة بتلبسي لك حاجة مختلفة وهكذا، وكونك تراعي شعور الآخرين شيء طيب في غير حرمانك من أنك تتمتعي بما رزقت به. صاحبة السؤال الأستاذة عبلة بتسأل عن أن أولاد أو ابن أخوها ومراته قاعدين في البيت عندها بيخدموها، فهي عايزة تديهم أو تجيب لهم هدايا أو شيء لأنهم بيخدموها ومراعينها كويس قوي، ولكن ليهم إخوات فهي خايفة تكون بتظلمهم. لا سيدتي الفاضلة، يعني أنا النهاردة شاب وزوجته بيخدم عمته، وأنا عايزة يعني أشكره على ما يصنع، فاللي أنا بديه لأي حد أثناء حياتي لابن لابن أخ لزوجة ابن أخويا لزوجة ابني أثناء حياتي، أي عطاء بنسميه هبة هدية، يعني لأنه ده عطاء حال حياة الإنسان، وده أمر جائز شرعا خاصة إذا اقترن بسبب شرعي كما حضرتك بينت. يعني إيه سبب شرعي؟ الناس دي بتخدمني ولا تريد مني لا جزاء ولا شكورا، فأبسط شيء أشكر، لأنه من لم يشكر الناس لم يشكر الله كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، فأنا عايز أشكره ولن يوفيه حقه. أنك بتقولي مخلصين وبيساعدوني وبياخدوا بإيدي وأنا قاعدة على السرير، فتشكري صانعهم بالخير، ده مطلوب، وهذا من إحسان المؤمن بالمؤمن. وربنا إن شاء الله يبارك في عمر حضرتك ويتم شفائك، وأسأل الله رب العرش العظيم أن يشفيك شفاء تاما كاملا لا يغادر سقما، اللهم آمين أجمعين يا رب العالمين. وربنا يبارك في ابن أخوك وفي زوجته ويجزيهم الخير العظيم، اللهم أمين. أستاذة نادية طلعت العمرة، وطبعا هي عايزة تروح تستلم الحجر، ففي أثناء الطواف بتشوف الناس بيندفعوا عشان يستلموا الحجر، يروحوا يسلموا على الحجر الأسود أو يقبلوه أو ما شابه ذلك، فبتقول حصل أنها شافت إنسان يعني أنه هو مسك الحجر وأستار الكعبة فبدأ يهتز فرحا بما صنع، فهي بتقول هو كأنه قاعد يترقص يعني قصاد، لكن هو اهتز يعني سعادة أيا ما كان الوضع الذي كان عليه، فهي قرصته وبعد كده استلمت بتدافع شديد الحجر. ما كان ينبغي التدافع ولا الانفعال أبدا. أنا وأنا رايح الحرم، هو اسمه حرم، يحرم فيه مثل هذه الأمور، بل الوجود الإنسان دنية السوء فيه يعني بيعاقب عليها الإنسان، مجرد النية مش الفعل نفسه. فكوني أولا أنا أؤدي أركان العمرة، وفي أي عبادة زي العمرة ليها أركان وفيها واجبات وفيها سنن. السنن إذا أنا عملتها باخد ثوابها، إذا ما عملتهاش لا أعاقب على تركها بالنار ولا تؤثر في صحة العبادة اللي أنا بقوم بيها. طالما الأمر كده أروح أضيع ركن وهو الحفاظ على كرامة الإنسان عشان أروح أعمل سنة وهو استلام الحجر، فده خطأ ما كان ينبغي أبدا، لا التدافع ولا الانفعال لشيء في هذه البقعة المباركة. طب أنا علي، وبعدين أنا حكمت على الشخص، ربما هو على يعني ثقافته على قدها ففرح أنه استلم الحجر وفرح أنه يعني لامست يداه أستار الكعبة،
فانا بقى اروح انا احكم عليه واقرصه من ده. ليس لك صنيع ذلك ولا الحكم على الاخرين. ليس للانسان اذا ما جمعتني صدفه بحد وعايزه اقول له حاجه فانا بنصحه، وما تكونش يعني نصيحه بلطف، فيها اعتبار ان انا براعي مستوى الثقافي لكل انسان. طب انا عليا ايه دلوقتي؟ عليا الاستغفار والصدقه. استغفر الله لانه ده ما ينفعش هذا الفعل، وفي نفس الوقت أطبع الاستغفار بالصدقة لأن فضلها كبير. الله تعالى سبحانه وتعالى يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. فجمع ما بين التوبة وما بين أخذ الصدقات. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك هذا التقصير، وادعي للشخص اللي أنت أرستيه ده، يعني ده يعني أقل ما يجب في حقه مع التوبة والاستغفار صاحبة السؤال. أي عبادة بنعملها، عشان كده بنقول الإنسان يسبق أي عمل بالعلم، نسبق أي عمل بالعلم، وده نهج القرآن. يبقى الإنسان يتعلم الأول وبعد كده يبدأ في العمل. أبقى فاهم العبادة اللي بعملها إيه أركانها، إيه واجباتها، إيه السنن، فلا أضيع ركنا من أجل أو القيام بأمر يجب من أجل سنة. يعني وده إحنا بننصح بيه كل الناس اللي بيأدوا ركن الطواف، لأن الأعداد ما شاء الله والتزاحم بيبقى شديد، ولازم الإنسان المؤمن المعتمر أو الحاج يضبط نفسه أثناء طوافه وأثناء قيامه بالعمرة أو بالحج وأثناء تواجده بالحرم، لأن في أحكام خاصة بالحرم طوال العام. الصفاء بتدرس وبتقول هي انا سالتها انت في نص الطريق في الدراسه، قالت ايوه، هي شعره دلوقتي انها مش موفقه في مجال الدراسه وعايزه تسيبه. طب لو انت مش موفقه يا صفاء توصلي لنص الطريق؟ يعني انا بدرس في جامعه مثلا 4 سنين ولا 7 سنين وانا في نص الطريق كده، طب اللي فات ده عديته ازاي لو انا مش موفقه؟ فانا انصحك يا صفاء تسيبي الافكار السلبيه دي، وما دمت يعني دمتي بداتي هذا الطريق اكمليه. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا: ومن يتحرى الخير يعطه. فأنت عايزة الخير من وراء هذا العلم، وإنما العلم بالتعلم. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده، كل شيء يجهله الإنسان يسعى بس يتعلم، يعرف، يروح للأساتذة، يجتهد أكتر. عايز مجهود أكتر، ما تجتهد، أنت وراكي إيه؟ وطلب العلم مفيش أشرف ولا أعلى ولا أعظم منه، وعلى رأسي على رأس طلب العلم طلب العلوم الشرعية، وكل علم نافع ينتفع به الإنسان في دنياه وفي أخرى. كملي، إنما العلم بالتعلم. روحي اتعلمي واعرفي اللي أنت مش عارفاه، ولما تبذلي مجهود كده وتتعبي فيه تحسي بحلاوة إنك حققتي النجاح فيه. مش شايفة أبدا تسيبي الجامعة بتاعتك، ودايما عليكي بالمعوذات والأذكار في الصباح والمساء يا صاحبة السؤال. وأسأل الله لك المعونة، وأسأل الله سبحانه وتعالى لك الصحبة الصالحة. هل معنا وقت التقوى؟ طيب، يا تقوى إن شاء الله في الأسبوع المقبل نجاوب على السؤال بتاعك. ومولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم. بجاه من بيته، بجاه من بيته في طيبة حرم، واسمه قسم من أعظم القسم. وهذه بردة المختار قد ختمت، والحمد لله في بدء وفي ختم. أبياتها قد أتت 60 مع 100، فرج بها كربنا، فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.